بهذا المكون هذا ما غادي تبقى فيك لا برودة لا بوزلوم لا ألم المفاصل لا ألم أسفل الظهر. وصفة من جزائرية اللي كنوجه لها تحية كبيرة كبيرة كبيرة، فكرتني في هذه الوصفة اللي كانوا كيديروها جدودنا، وهي مسكينة كانت كتعاني كتصلي الكرسي مدة 4 سنوات بالألم ديال البوزلوم أو السياتيك اللي ما خلات عليه لا طبيب لا دواء لا والو، حتى من الحجامة دارتها. فقط بهذا البنات غادي نعطيكم وصفة شعبية مجربة من وصفات زمان لعلاج البروده واخا تكون في الدم، لعلاج الام الصدر والضيقه او الربو، لعلاج الالام ديال المفاصل واسفل الظهر، وديك البروده ديال الرجلين واليدين وكاع المشاكل ديال الروماتيزم. هذه الوصفه البنات كما قلت راها هديه ربانيه لكل من يعاني من هذه المشاكل اللي ذكرت دابا، وخصوصا خصوصا الام السياتيك. كما كتعرفوا الالم ديال السياتيك كيضربنا من العرق للرجل، وكيشد لك الرجل ما يخليكش تسجد او تركع او تحضر او توقف. هذه الوصفه غادي تهنيك من هاد المشاكل، وغادي تدعي معايا طول الحياه، وغادي تدعي مع الاخت فايزه حتى هي اللي كنوجهوا ليها التحيه. نبداو الفيديو على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى خواتاتي والاوفياء القناتي، مرحبا بكم، وقناتكم اللي منوره بكم طبعا وبمتابعتكم وباللايكات ديالكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. بلا شك كلشي كيتسائل اشنا هو الموضوع اللي كتهضر عليه ام ياسين اليوم. الموضوع اللي كنهضر عليه اليوم كيخص جميع النساء وجميع الرجال. الموضوع ديال اليوم ما تيقتصرش فقط على النساء، وانما موضوع كيخص بزاف ديال الناس، نظرا كما قلت لانني في الاونه الاخيره وليت كنتواصل معكم بشكل خاص عبر الواتساب، وليت كنسمع مشاكلكم بزاف، وعبر التعليقات حتى هنا في اليوتيوب كنلقى بزاف ديال الناس كيعانيو من المشاكل ديال المفاصل، المشاكل ديال بوزلوم او بما يسمى بالسياتيك. نحنا هنا في المغرب كنقولوا بوزلوم. الوصفه ديال اليوم ايفيكاس ونسيء ليا هاد المشاكل هادو كاملين. غادي نعطيكم وصفتين، وحده كتتعلق بالاخرى، وضروري انهم يداروا لي دوه بجوج بهم، بواحد المكونات غريبه شيئا ما، وفي نفس الوقت فعاله مليون في المليون. الوصفه من عند واحد الاخت وواحد الصديقه غاليه كاينه في الجزائر، كنوجه تحيه كبيره بزاف قداشنا هي للشعب الجزائري الشقيق. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم على التواصل ديالكم، وهي مسكينه اللي عطاتها لي وقالت لي اعطيها للمتابعين. بالنسبه لهذه الوصفه راها على بالي باش نكونوا واضحين، يعني بعد اذنك راها على بالي بان احنا هنا في المغرب كنعالجوا بها السياتيك، ولكن انت زدتي فكرتيني فيها، ومسكينه كتعاود لي على المعاناه ديالها مع انها باقا صغيره وعانات بزاف بواحد الشكل كبير مع السياتيك. قالت لك كنت كنصلي غير بالكرسي مده ديال 4 سنوات حتى درت هذه الوصفه هذه، وليت كنعطيها الناس ناجحه، يعني ما ياخذكش فيها الشك وما ياخذكش فيها غرام كما تنقولوا ديال ناجحه ولا ماشي ناجحه، والله يخليكم. بالنسبه للوصفات اللي كيكونوا خاصين بالعلاج بلا ما نبقاو ندخلوا فيهم شي حاجه سميتها الشك او زعما، ما كايناش زعما تتعالج الا راه جبناها ومديناها لكم. يعني حنا بغينا الرحمه ديال الوالدين، وبغينا يعني الدعوات ديالكم، وبغينا ناس تشافى ونكونوا حنا سبب. حتى هاد الاخت حتى هي سبب، زائد اخوات اخرين اللي صيفطوا معايا وصفات اللي جربوهم مثلا العيني للولاد، بزاف ديال الحاجات اللي كيهضروا معايا في الخاص وما عندهمش قنوات وباغيين الوصفه توصل لناس اخرين، كنوجه لهم واحد التحيه كبيره على قلبهم الكبير، لان كاينين الناس اللي عارفين بزاف ديال الحاجات، فيهم ادويه وفيهم علاج لامه محمد، وما كيبغيوش يعطيوها، ما عرفتش انا علاش نهائيا. كاين سبب واحد اللي هو السم والبغض، والله نجينا والهليج ان جيران لهاد الناس هادو حتى في القبر، يا ربي امين. المهم بالنسبه للوصفه ديال اليوم كما قلت المكونات غريبه شويه ولكن ايفيكاس البنات. على العموم غادي ندوزو دابا باش نوريكم ان شاء الله باذن الله المكونات، وغادي نوريكم الطريقه، وتبعوا معايا مزيان وحلوا ديناتكم. ولا بقى فيكم سياتيك او لا البروده او لا الالم ديال الظهر والمفاصل اون جينيرال، رجعوا لعدي لهنايا قولوا لي راه العجب، يعني ما يمكنش. هذه انا كنت عارفها وسامعها وكاينه يعني متداوله، وزاد فكرتني بها هاد الاخت هادي، الله يفكرها ان شاء الله بالشهاده، والله يعطيها الجنه ويرزقها على قد النيه ديالها. المهم ها هما حنا غادي ندوزو دابا باش غادي نعطيكم الوصفه، وقبل ذلك كنبغي نوصل لكم واحد الميساج ان شاء الله اللي غادي يعجب بزاف ديال البنات اللي كيحلموا بالخدمه.
كيحلموا بواحد الصالير يكون عندهم ان شاء الله اللي دائم، علاش لا، وبغاو يخدموا من ديورهم. ما عندكمش ديبلومات، ما قريتوش، ما وصلتوش، ما توظفتوش، ولكن بغيتو يكون عندك واحد الدخل. يعني حنا كنساء كنا كنبغيو اننا يكون عندنا واحد الدخل ديالنا، ولكن كنبقاو نلقاو واحد الحاجز، انا ما قارياش، راجلي ما كيخلينيش نخرج، اولا انا ما عنديش واحد الدبلوم اللي كيأهلني للخدمه. كاينين البنات الحوايج اللي كيخدمونا بلا ما نخرجوا برا، بلا ما نمشيو يعني نقلبوا على الخدمه هنا ولهي ولهي ولهي، كتخدمي غير من التليفون. غادي تقولوا لي كيفاش؟ وي كاينه الخدمه بالتليفون منها هذه اللي قدامكم النيت، ولكن كاينين حوايج اخرين ولاو شركات ولاو بزاف ديال الحاجات اللي كيساعدونا اننا نديروا واحد الصالير ونوقفوا على رجلينا. وعلاش لا ما نوليوش نضربوا واحد الصالير عالي اللي كيضربوه ناس اللي خدموا حتى هي وما وصلوش ليه؟ تقدري توصلي ليه في واحد المده وجيزه الا كانت عندك كفاءه وكان عندك يعني طموح، اكيد غادي توصلي، يعني ضروري. غادي تقولوا لي كيفاش؟ غادي نقول لكم تواصلوا مع هذا الرقم اللي كيطلع هنا على الشاشه ديال واحد الاخت اللي كتعجبني بزاف وكنحبها بزاف وكنوجه لها تحيه كبيره، وهي مثال للمراه العربيه والمراه المغربيه، مثال للمراه العربيه اون جينيرال ومثال للمراه المغربيه الطموحه اللي كتخدم على راسها وتبارك الله من دارها مربيه اولادها ومهليه في راجلها، مهليه في العائله ديال راجلها، مهليه في القرايه ديال ولادها، يعني امراه متكامله. اون بليس راها كتخدم من تليفونها، دايره واحد الصالير اللي كتعاون به راجلها وكتعاون به ولادها وراسها بيان سور، يعني ماشي غير تعاوني، وانما انا تنحس براسي راني كنعطي راني كننتج. هي مثال لهذه المراه هذه اللي سميتها فريده اللي كنوجه لها تحيه من هذا الفيديو هذا. اللي بغات تخدم على راسها غادي تواصل مع هذا النيميرو هذا، وهاد الاخت هذه راها قمه في الاخلاق وقمه في التواضع وقمه ان شاء الله كما غادي تعرفوا عليها دابا فاش غادي تهضروا معها، غادي تعرفوا شنو كتقول لكم ام ياسين، ما غاديش نصيفطكم انا عند اي واحد. على العموم غادي ندوزوا دابا مباشره للوصفه وطريقه التحضير ديالها. هذا هو المكون اللي غادي نتكلموا عليه اليوم البنات، اللي غادي تقولوا لي اشنا هو هذا البنات. هذه وصفه شعبيه من الوصفات ديال الاجداد، من الوصفات ديال الناس زمان كيعالجوا بها هذا المرض هذا بلا ما يكويو بلا ما يعني يديروا الحجامه بلا ما. هذا غادي يغنيك على جميع الوصفات وجميع الادويه الباهظه الثمن اللي كتعالج لنا هذا المشكل هذا، كما قلت ديال البروده واخا تكون دخلت للدم، وديال المفاصل والالام ديالها والام اسفل الظهر وبوز اللوم خصوصا. المهم البنات اللي كتعرفوه في هذا المشكل بلغوه بهذه الوصفه، الله يرحم لكم الوالدين. غادي تاخذوا البنات الديل ديال الكبش، الديل ديال الخروف، سمعوني ماشي النعجه، الديل ديال الخروف هذا كبش هذا، فهمتوا؟ ما عرفتش شنو هي النعجه، شنو تيقولوا ليها الخروفه. المهم ها نتوما البنات هذا غادي تشدوه، غادي تمشي وغادي انت واحد اللي يكون هو كيسرح البهيم، بمعنى ما تمشيوش تجيبوا الكبش اولا الديل ديال الكبش اللي غادي يكون كيعلف عند مولاه في الكوري، غلط. هذا الديل هذا اللي ديال العلاج هو داك اللي تيكون تيرعى على العشب، كيرعى على طبيعي، فهمتوا كيفاش؟ ماشي جالس حاجب في الكوري وهو كيجيب ليه مولاه الالف فقط هذوك ديال البيع، لا، تنهضروا على هذاك اللي تيرعى على مواد طبيعيه وهكا غير في الخلا. مثلا الناس اللي كيكونوا في الجبل اللي كيكونوا في الباديه راه غادي يفهموني شنو انا تنقول بالضبط هنا، ان هذوك الاغنام وهذوك المعز ديالهم وداك الشيء تيكون طبيعي ومزيان وفيه علاجات كثيره، بحال المعزي، المعزي اللي كيكون كيرعى الاعشاب كيكون فيه واحد العلاج فعال للكوليسترول وفعال بيان سور حتى السكري. المهم البنات غادي تجيبوا الديل ديال الخروف اولا ديال الكبش وغادي تشدوه تغسلوه وتنقيه وتحيدوا له داك الزغب وداك الشيء كيكون هنايا، وغادي تشدوه غادي تقطعوه. ملي غادي تقطعوها البنات شنو غادي ديروا؟ غادي ديروه في كاسروله كيما هكا، غادي تشدوه تقطعوه وديروه في الكاسروله، قطعوه طروفه صغار. من بعد البنات اش غادي ديروا؟ غادي ديروه يدوب، غادي ديروا عليه غير قطيره، ماشي قطيره، هذا قطيره عندي انا هي معلقه البنات. غادي ديروا عليه واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون حتى لجوج، وهذه الا حتجتي الزيت، ما حتجتيش ما ديريش، غادي ديريها تذوب. ملي غادي تذوب غادي نحيدوا العظام، غادي نحيدوا اللحم، غادي نحيدوا كلشي، غادي ناخذوا حنا غير هذيك الشحمه وداك لاغريس اللي داب لينا تما. من بعد غادي نحتفظوا به في الثلاجه، في الصباح ملي غادي نوضوا غادي نهزوا منه معلقه، معلقه من ديك لاغريس ديال هاد ديال الديل. شنو غادي نديروا به؟ غادي نجيبوا كاسروله اخرى، تبعوا معايا باش ما يجونيش اسئله الجواب ديالها كاين في الفيديو. غادي نجيبوا كاسروله وغادي نديروا فيها الحرمل مدقوق، الحرمل مطحون، غادي ندير واحد الكاسه البنات ديال الحرمل.
الكاس ديال الحرمله شنو غادي نديروا ليه؟ غادي نقيوه وغادي نطحنوه وغادي نديروه في الكاسروله وغادي نزيدوا عليه جوج كيسان ديال زيت الزيتون عامرين ياك، وغادي نزيدوا عليهم معلقه من لاكريس اللي ذوبنا اولا الشحمه اللي ذوبنا ديال الديل، غادي نزيدوها على داك زيت الزيتون مع الحرمل ياك. سمحوا لي البنات راه ما عنديش الحرمل دابا انا في الدار، تسالى ليا يعني راه مازال ما جبتوش. المهم غادي تاخذوهم هاد ثلاثه المكونات، زيت الزيتون والحرمل المطحون ولاكريس اولا الشحمه ديال الديل، غادي ديروهم هنا حتى يذوبوا. من بعد البنات شنو غادي ديروا؟ غادي تجيبوا قرعه غادي ديروا فيها ديك الزويته وغادي تخزنوها في مكان مظلم، وغادي نبداو ندهنوا بها اسفل الظهر الركبه اي مفصل فين ما كان. هاد العروق انا نوريكم العروق فين تيكونوا ديال بوز اللوم، هاد البلاصه هادي اللي كيضربك فيها الضو ما كتقدرش تسجد ولا تركع، يعني فين ما كان عندي الالام في شي مفصل نديرو، ما نحتاجش انني ندير السلوفان، فقط انني ندهن 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 ونماصي واحد المده حتى نص ساعه. ما تكرهش ان هاد لاكريس زائد الحرمل وزيت الزيتون يدخلوا ليك لداخل، ما تخيلوش العلاجات ديال الحرمل لهذا المشكل. بالنسبه لهاد لاكريس البنات دابا السؤال اللي عندكم هو لاكريس شنو غنديروا به؟ هاد الشحمه شنو غنديروا بها؟ اش غديروا بها البنات؟ غادي تشدوها تذوبوها ومن الصباح للصباح تبداو تشربوا منها جوج معالق كبار. نسخنوها بيان سيغ عاد نشربوها، الا جمدات اش غتشرب؟ غادي نبداو نسخنوها نشربو جوج معالق من الصباح للصباح وردوا عليا الخبار. غادي تحس بواحد الانيرجي بواحد الطاقه بواحد الحيويه بواحد الصحه جديده ان شاء الله باذن الله تعالى، فقط بهاد الديل هذا اللي حنا تنحكرو. تقولوا انتيا اشنو لاش تيليق هذا؟ شوفوا كل عضو في الكبش ولا في المعزيره عنده لاش كيصلح بزاف، منهم العلاجات ديال البرود الجنسي عند النساء والرجال، العلاجات ديال العقم، العلاجات ديال عدم النطق او تاخر النطق عند الاطفال، بزاف ديال الحاجات كاينين فيه. المهم اليوم احنا هضرنا على الديل، الديل راه كيعالجوا به هذا المرض هذا وكيعالجوا به البنات حتى الضيقه. عقلوا على هذه الهضره اللي قلت لكم وجربوها وبلغوا بها ورحموا لي الوالدين ولا لا انا ولا الاخت الجزائريه اللي تنوجه لها واحد التحيه كبيره بزاف 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 عزيزه وغاليه لا هي ولا الشعب الجزائري كامل، راهم حبابنا وخوتنا. اختو البنات انا وريتكم غادي تقولوا لي المده تتسالى الزيت والمده حتى تتسالى لاكريس، صافي بلا ما تطرحوا عليا السؤال ديال المده شحال، راه قد ما درتي هادو راه مزيان. بالنسبه للناس اللي عندهم الكوليسترول شنو غادي يديروا؟ راه نتوما مضطرين انكم تتبعوا معنا الوصفه او ما ديروهاش. اللي عندهم الكوليسترول طالع بزاف لا قوت طالع بزاف يعني نتوما راه في غنى على هذه الوصفه صراحه الله، هي راه مخيره حتى لهاد المسالك هادو الشعب التنفسيه مخيره بزاف 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 اكثر مما تخيلوا. هاد الديل هذا راه ما خلقش الله شي حاجه ما فيهاش العلاج. المهم البنات كانت الوصفه ديالنا ديال اليوم هي هذه، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها وتكونوا يعني راضيين على المحتوى وتكونوا لايكيتيو الفيديو لحد الساعه. اللي مازال ما لايكاش الفيديو يهبط يدير ليه لايك ويخلي ليا شي تعليق يكون محفز وشي دعوه تكون غزاله. الى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.